Alice. 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 Yeah. Sorry. Like it hard. Now in my car. Now let us see.
ما تشوف هذا اللعب بشكله. طبعا جم داخل محطة الأمريكية للبحار. Yes. Well, they go from they'll get the equipment in New Zealand, they'll fly to McMurdo, they'll from McMurdo. They can't fly direct. 8 hours on a hurt to McMurdo, another 3 hours. الحالة الأمريكية هذه خذت طبعا 900 طيارة ليه ما يبغى السامان ولا غلط على خاف مشان تروح تقريبا حوار. I know you just came in from outside. هذه البلكونة المحطة. هاي طبعا مستودعات هذا لا مختبر هذه المستودعات اللي برا محطة مفتوحة من 9 سنوات على عام 2008 الفرق الوقت عن الخليج تقريبا 23 ساعة عن البيس كامب تقريبا 16 ساعة لأن المحطة الأمريكية يستخدمون توقيت نيوزيلندا يعني 16 ساعة عن البيس كامب والبيس كامب ياخذ يستخدمهم مع توقيت يعني تشيلي بونترين احنا طايرين من البيس كامب تاريخ 13/12 وصلنا المحطة الأمريكية تاريخ 14/12 هذا حتى يزرعون خضرواتنا هذه المغسلة أو الدوبي And then the last case here are all the pole markers. So every year on January 1st,
below.